مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، انطلاقه موفقه باذن الله تعالى. شوطنا الثاني عشر من ضمن هذه الانطلاقات التي تتواصل وتتوالى في من هنا من عاصمه الميادين ميدان الوثبه المخصص. هذا الشوط للقعدان لسن الحقائق، مسافتنا هي المقرره والمعتاده 3 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق والمسار مع هذا العد والكم الهائل الذي انتشر في هذا الميدان. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، لنا بحربكم ولكن أعطيكم التفصيل الكامل عن هذا الانطلاق في مقدمة الشوط وفي المركز الأول من يتواجد مع صدارة هذا الانطلاق بالمقدمة وبالانطلاق الأول في هذا الشوط. نلحق مع البداية، نذهب مع صدارة المقدمة مع المركز الأول. يا سلام مع هذا الكم والعد الهائل، مقدمة الشوط والمركز الأول من يتواجد مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. شاهين، شاهين تعود الملكية لشاهين لهلال بن صوايح بن سيف الاجتبي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني من يأتي في ثاني المراكز مسير عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، وارد تواجد في ثالث المراكز من شاهين مبارك بن حمد بين قرين العامري من يتواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل هنا ناوي سالم بن مسلم بن الزفنة العامري ينضم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتواجد مشاهدين الكرام من متعب سعيد بن محمد بن هويمل العامري. النداء الأول لهذا المسار، نعود مع البداية من غير الأمور وانتزع صدارة الشوط. شاهين المبارك بن حمد بن قرين العامري هو من غير الصدارة وانتزع المركز الأول في هذا الانطلاق والمسار. في المسار الأول المركز الثاني ياتي الناوي، الناوي على المركز الثاني تعود الملكية أو مسير لعبد الله بن مطر بن حمد بن أمير الشامسي من ياتي مع المركز الثاني. يا سلام. المركز الثالث وصول هنا وتواجد بن متعب سعيد بن محمد بن هويمل العامري غير وانتزع المركز الثالث. المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام ومن ياتي شاهين طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري ينضم مع الكوكب الثلاثية الذي تشكل مع الصدارة المقدمة والانطلاق. مسير ما زال يسير بهذا الانطلاق لعبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. يا ترى لمن ناموس هذا الشوط؟ كوكب ثلاثية تشكل مع البداية. ياتي ايضا على المركز الثاني مبارك بن قرين العامري وايضا هنا طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري من الجانب الاخر. القدوم والتواجد هنا من يصل شاهين تعود الملكية لابو صواعب بن سيف الاجتبي، ولكن يتدخل هنا متعب عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن التغيير يبدو مع البداية. غير الامور شاهين لطالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، غير وانتزع الصدارة يسيطر على الأوضاع بأكملها بمقدمة الشوط. ولكن أشوف شيء، شاهين حمدان بن سيف بن راشد الرشيدي وصل في هذه اللحظات وانضم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث مسير ياتي عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. يا سلام. الفوز لمن؟ الناموس لمن؟ من الجانب الآخر هنا وصول هنا من العابر حمود بن علي بن حمود الكلباني وأول الأعلى، وايضا يتدخل هنا وياتي اللي هو والاتحاد حمد بن سلطان بن خاتم النعيمي ينضم مع المركز الثالث. بعود مع البدايه، بعود مع المقدمه، صداره المقدمه شاهين، شاهين مع البدايه، شاهين
مستمرين مع المقدمة طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري غادر، أعلن المغادرة، باي باي، أعلن الإقلاع ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء المميز والعروض المميزة. كفاية يا طالب يا بن سعيد يا بن مرزوق العسكري، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين حمدان بن سيب الراشد الرشيدي، المركز الثالث، المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام اللي هو العابر حمود بن علي بن حمود الكلباني، المركز الرابع. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين، ولكن شاهين من اهدى الفوز طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري. هاي لحظات الإعادة، هاي لحظات التحدي اثناء الوصول الى خط النهاية. استطاع شاهين ان ينال شرف الناموس وهدي طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، قاطع المسافة في زمن وقدره، 4 دقائق مشاهدينا الكرام 24 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لطالب بن سعيد بن مرزوق العسكري على هذا الفوز والناموس. أما المركز الثاني قاطع المسافة في زمن وقدره 4 دقائق 27 ثانية 5 من الأجزاء اللي هو شاهين حمدان بن سيب.